أفضل سنة لذكرها في حياتي هي سنة 2001، كانت سنة مصرية لأنه جيت 10 سنين تقريبا يوما بيوم بعد ما بدأ القمع، وخاصة نهار 14 جان في 2001 وقت اللي جاء وزير الداخلية السابق باش يعالج في جنيف، وتمكننا مجموعة من النشطاء من تقديم شكوى ضده بتهمة التعذيب في القضاء الدولي في القضاء السويسري بمبدأ الاختصاص الدولي، وكان انتصار للضحايا وبدينا عشرية جديدة. كانوا الضحايا هاربين من بن علي ولاو الوزراء متاع بن علي هاربين من الضحايا اللي بداوا يلحقوا فيهم مباشرة بعد قضية التحقيق في خالد بن سعيد، ثم الاحتجاج على تعيين الحبيب عمار جنرال الحبيب عمار على رأس الألعاب المتوسطية في تونس في سبتمبر 2001، وكان عام الحقيقة فيه نضالات كبيرة حقوقية خلت الضحايا يستعيدوا الثقة في أنفسهم. للأسف جاي بعد 11 سبتمبر اغتيال الشهيد أحمد شاه مسعود، ثم عملية 11 سبتمبر في نيويورك اللي بدلت مصير العالم وخلت الدكتاتورية تنتصر إلى حين، ولكن 14 جان في 2001 تاريخ مهم بالنسبة لي لأنه 10 سنوات يوما بيوم بعد النضال الدؤوب ذاك، بعد ما هرب وزير بن علي، هرب بن علي.